لا لا، هي ورقة لابتزاز الجزائريين في اعتقادي، لأنه لن تغير النسبة 50% ولا تمد 100% لكل الجزائريين اللي طلبوا التأشيرة، لأنه راح يدخلوا اليورو لفرنسا اللي راح يروح، ما راحش يروح باش فرنسا تصرف عليه، ولكن راح يروح للدراسة للعمل لأمور كثيرة، وهذيك الأموال راح تدخل البنوك ولا المؤسسات الفرنسية، خاصة إذا كانوا مهاجرين يعني بطريقة يعني شرعية يعني بالفيزا. أعتقد أنها ورقة من ورقات الابتزاز، لكن ماكرون لوحده، ماكرون تحدث على الدولة العميقة في فرنسا في عهدته الأولى، يعني نشوف رئيس فرنسا قوة نووية عضو مجلس أمن ويتحدث لك على الدولة العميقة بالفعل. اليوم ماكرون في هذه العهدة ما هوش كما العهدة الأولى، اليوم راه فقد الأغلبية البرلمانية، صحيح. ما يقدرش يقرر كل شيء. صحيح، اليوم راهو جاي وراهو ما بين كماشة داخلية وخارجية، راهو الداخل راهو تحت ضغوطات اليمين المتطرف، انت ما تقدرش تتخذ قرارات ضد اليمين، بعد يصرى لك انسداد في البرلمان كون يديروا لك تحالف ضد هذه القرارات. إذا ماكرون ما يقدرش يتخذ اليوم أي قرارات لأنه ما عندوش الأغلبية في البرلمان. إذا فيما يتعلق بالجزائر بعيدا عن وضعه الداخلي، هل يستطيع اتخاذ قرارات بناء على الوضع هذا الداخلي؟ لا، لوحده لهذه المرة لوحده من الصعب، هو راح يراهن أنه لتحسين صورته، إذا سيصبح قوله في الزيارة الأولى بأن الاستعمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، هذاك أقصى شيء، وعوقب عليه عندما ما عاد إلى فرنسا من طرف الميديا ومن طرف النخب ومن طرف الحركة والمدافعين عنهم. لا يقدر يغامر أخي قادة، أنا أعتقد أنه أنا ننتظر، ما بليش عندي أمل أنه حتكون فيه جديد أو مفاجآت أو الاقتصاد العام الأساسي في الشق. هو يفوضك بالتاريخ ونحن نفوض بالغاز.